اليوم يعني فريق حسنة أكادير أصبح يعني كيعيش واحد أزمة نتائج وأيضا أزمة سير، ربما هذه ما هي إلا تراكمات ديال واحد حقبة ديال التسيير ديال الفريق اللي خلات أن الفريق يدخل يعني في هذه القوقعة، يدخل ربما في هذا التراجع العكسي والتراجع المخيب للأمل ديال الجماهير السوسية وأيضا لكل المتتبعين الرياضيين. هزيمة ثانية، هزيمة متتالية ربما في السابق أمام الجيش الملكي، اليوم أمام المغرب الفاسي ربما نفس السيناريو يتكرر، الفريق يكون متقدم في النتيجة ثم يتراجع ثم ينهزم في آخر المطاف. هنا علامة استفهام كبيرة، علامة استفهام تطرح أكثر من تساؤل، من يتحمل المسؤولية إزاء هذا التراجع ديال فريق حسنية أكادير؟ الفريق اليوم دخل يعني أسفل الترتيب، ربما دخل الحسابات الضيقة، والفريق أصبح ربما مهدد هو الآخر بالنزول بداية من الرتبة 11 إلى غاية الرتبة التي يحتلها واتزم، واتزم منتشب الفوز ربما شدد الخناق على الفرق اللي تصارع من أجل البقاء، وفريق حسنية أكادير الآخر مهدد بالنزول. يعني ربما اليوم ليس يعني هناك مجال باش أننا ندخلوا في صراعات يعني وندخلوا ربما في عتاب، اليوم الكل خاص يدير يد في يد من أجل أنه ينقذ هذا الفريق من شبح النزول، وينقذ ربما فريق له تاريخ، له ربما مكانة داخل قسم الصفوة، ولن تحلو البطولة الوطنية إلا بتواجد فريق الغزالة السوسية. حسنية أكادير يعيش ظروف استثنائية هذا الموسم، وكما شفتوا معنا انهزام في مقابلة أخرى بعد مقابلات الجيش الملكي، اليوم تنهزم حسنية أكادير داخل الدار وبأداء هزيل اللي ما لا يشرف الجماهير السوسية. نتمنوا انه يتداركوا الموقف في باقي المقابلات ان شاء الله، ونتمنوا الشفاء العاجل للسكيتيوي باش يرجع. هناك عدة اشكاليات، ولكن هذا بين الفينة والاخرى يقع لجميع الفرق، ولكن اتمنى ان يدرك الموقف، يتداركوا الموقف، وان شاء الله على الأقل أنهم يربحوا في المقابلة الجاية، ويحاولوا أنهم يتفادوا الهبوط، على أساس أن يفكر المكتب المسير في الموسم المقبل، ويضع استراتيجية التي تليق بهذه الجماهير السوسية اللي متعطشة للألقاب. اليوم شفنا هزيمة نكرة جديدة لفريق الحسنية داخل الديار بعدما اندحر خارج الديار أمام الجيش الملكي، نفس الطريقة على نفس المنوال، الفريق كان فائز طيلة الأطوار، انقلبت الآية، انقلبت الطاولة على فريق الحسنية داخل الميدان، بعدما كنا ننتظر صراحة اليوم فرصة أمام أبناء سكيتي وأبناء حمو محل باش يصححوا المسار ويكرسوا يعني لغة الانتصارات. الجمهور اليوم شفنا جمهور غاضب صراحة، لغة السب، لغة القذف، لغة كل العبارات النابية في تجاه الإدارة وتجاه اللاعبين وتجاه الطاقم التقني. أنا مجرد يعني تساؤل لدي للطاقم الفريق، حمو محل اليوم تسلم مفاتيح القيادة قيادة الفريق بعدما يعني أصيب العدد السكيتوي بفيروس كورونا. أتساءل ما هو محله من الإعراب داخل الطاقم التقني، وهو الذي يعني تحمل المسؤولية في هذه المقابلة، هل كانت له الأدوار على مستوى يعني الاختيارات وعلى مستوى يعني تدخلات على مستوى رقعة التباري، أم أن سكيتي هو الأمر والنهي كما صرح بذلك قبل أيام؟ الحسنية ينقصها مكتب مديري يتواصل أولا مع الصحافة، مكتب مديري يتواصل مع الجمهور، مكتب مديري بشخصية بقيادية يعني روح كما كنقولوا عازم على أنه يخرج الفريق من مأزق الانتكاسات ويغني لغة الانتصارات، لأن هذا الجمهور صراحة جمهور يستحق أن يكون له فريق ينافس على الألقاب.